تتكلم بغير علم، لا تأخذ العلم من غير أهله. بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعدوا للقاء ربكم عدة الصالحين، فإن الإنسان كما يقول ربه جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها المسلمون، إن الإنسان لا يدري أين يموت ولا يدري متى يموت، كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كنا لا نعلم ما نكسبه غدا وهو من أفعالنا، فإننا لا نعلم متى نموت وهو من أفعال الله عز وجل. وإذا كنا لا ندري بأي أرض نموت، مع أن الإنسان يتنقل إلى الأراضي باختياره، فإنه لا يدري متى يموت. إذن فالمكان مجهول والزمان مجهول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وليس الشأن متى يموت الإنسان ولا أين يموت الإنسان. ليس الشأن أن يموت في مكة أو يموت في المدينة أو يموت في غيرهما من بلاد الله. وليس الشأن أن يموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو غيرهما من أيام الأسبوع. إنما الشأن كل الشأن على أي حال يموت. هذا الشأن على أي حال تموت. أتموت على الإيمان والإخلاص والتوحيد؟ نسأل الله لنا جميعا ذلك. أم تموت على الشك والشرك والكفر والجحود؟ هذا هو الشأن، هذا هو الشأن أيها المسلمون. ولكن من أراد أن يختم له بخير فليعمل خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأجود من أن يخذل عبده في مقام الضيق إذا كان يتعرف إلى الله في الرخاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي شدة أشد من حضور الأجل؟ أي شدة أشد على الإنسان من مفارقة الحياة الدنيا؟ فإذا تعرف الإنسان إلى ربه في الرخاء بطاعته والتوسل إليه بعبادته ودوام ذكره، فإن الله تعالى يتعرف إليه في الشدة. رزقنا الله وإياكم ذلك. الشأن كل الشأن على أي حال يموت.